بلعب 46 آلة باحتراف، عندي 21 اختراع لآلات موسيقية مبتكرة، عندي 19 منهج للتعليم، بعلم بأسلوبي وبطريقتي الخاصة. بلشت موهبتي عن عمر كتير مبكر، حتى ما كنت أغفى إلا على ملامس البيانو عن عمر 6 أشهر. بعمر سنة ونص كل لحن كنت أسمعه وكنت أغنيه وكنت أعزفه على البيانو. فبعمر سنتين ونص اكتشفني أستاذ عبد الغني شعبان وأصر أنه فوت أتعلم، وأنا فوتني على الكونسيرفاتوار عن عمر 30 شهر، كنت أصغر تلميذ أو طالب يقبل الكونسيرفاتوار لتاريخ اليوم. وبلشت على آلة الكمان لأن كنت كتير حبها، حتى وصوا أهلي على آلة عملوا لي فيولون صغيرة قد قياس إيدي، وبلش مشواري بالعلم لأن قال لهم إذا كان عنده عبقرية عبد الوهاب وحنجرة أم كلثوم بس مش متعلم ومسقف بالأحرى موسيقيا هو لا شك. فأخذ هالكلام على محمل جد وانطلقنا وانطلقوا معي بهالرحلة. أنا الوحيد منطقة الشرق الأوسط يلي معه شهادة تصنيع وعندي براند باسمي بيترز. هالآلات كل الآلات اللي شايفينها هي بتحمل اسمه، من آلات وترية ومن آلات نفخية ومن آلات إيقاعية. فهالآلات معمولة برفق ومعمولة بشغف إذا بدك تتوصل لإيد المبتدئ ولتوصل لإيد المحترف وتتوصل للصغير وللكبير. وكمان أنا اشتهرت بالقياسات الصغيرة للأحجام الصغيرة لأن أنا كنت أنا وصغير كنت عاني مثلا من عود كبير كيف بدي أعزف أو من أكورديون كبير كيف بدي أعزف عليه، فعالجت كل هالمواقف ومحيي آلات من عصور قديمة وجددت آلة اللوت وجددت آلة الفيولون باروك. ومن هون صار في شيء اسمه في بصمة إذا بدك لآلة بيترز المميزة. رح أخبركم عن آلة الساز. هالآلة حبيتها كتير ورجعت أحييتها ورجعت عملت منها أحجام حتى صغري السن أو عندهم قامة قصيرة أو صغار يقدروا يلعبوا على هالآلة. ومثل ما بتشوفوا هون الفرق بالأحجام بين هالآلة وهالآلة. بعدين هالآلة يلي أول من أدخلها على لبنان بصفة رسمية أجريت عليه بعض التعديلات النغمية حتى يقدر يحكي لغتنا. رح نخبركم عن مشروعنا. عنا صفحة هالجبل، هون رح يصير فيه محمية بيترز للآلات الموسيقية. رح تتضمن صالة عرض للآلات، رح تتضمن مشغل للآلات الموسيقية، رح يكون فيها صالة للتدريس الخاص موسيقيا، وكمان رح يكون فيها مساحات خضراء حتى بالأيام الحلوة نطلع من البطون ونطلع من الصف ونطلع من شيء اسمه تقليدي ونتعلم الموسيقى بالطبيعة. يعني جو من إذا بدكم قطعة من الجنة بس جنة موسيقية حقيقية. ولما واحد يفكر بكل شيء حواليه ويقشع كل شيء من خلال الموسيقى ما في صعوبات، وعم قولها وعم قولها بكل ثقة لأنه لو كان في حزن بيكون الحزن له لون وله نغمة، إذا كان في تعب في وصول بعدين، إذا كان في شوق وشغف في تحقيق آلة، وأهم من هيك أنه لما بيتر يحمل آلته ويعزف عليها يكون شخص حزين قدامه وينقلب ويصير فرح وفيلم من عندي عم يبتسم. بعتقد أفضل بكتير من أشياء.